ده اسمه ايه يا ولاد؟ ارفع صوت عالي، اسمه ايه؟ مغناطيس. ده تبع نشاط ايه؟ مغناطيس ده في حاجات اسمها اشياء ايه؟ يبقى المسمار ده من الاشياء ايه؟ لا تنجذب. من الاشياء التي لا تنجذب؟ لا. ها؟ لا. المسمار ده من ايه؟ من الاشياء التي تنجذب. من الاشياء التي ايه؟ تنجذب. من الاشياء التي ايه؟ تنجذب. من الاشياء التي هي محمود؟ تنجذب. طب ايه تاني من الاشياء التي تنجذب؟ زي ايه؟ يبقى الفلوس الفضية دي من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. طب ده إيه؟ وواحد. البازل ده مصنوع من إيه؟ من الخشب. الخشب ده لو حطيته كده على المغناطيس، بصوا كده، لو حطيته على المغناطيس انجذب؟ لا. يبقى الخشب ده من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. يبقى الخشب من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. إيه؟ الخشب من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. لا تنجذب. من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. لا تنجذب. قول كده معايا، من الأشياء التي إيه؟ تنجذب. ها، انجذب؟ للمغناطيس لو حطيته فين دلوقتي ممكن ينجذب؟ بصوا كده، بص كده، انجذب ولا لا؟ انجذب ولا لا؟ انجذب ولا لا؟ انجذب. يبقى الكرسي ده فيه حديد، طب لو حطيته على الخشب ده انجذب؟ لا. انجذب لو حطيته على الخشب؟ لا. يبقى المغناطيس ده بينجذب لبعض الاشياء، زي ايه؟ زي الحديد. زي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ الفلوس الورق، لو جبت فلوس ورق وحطيتها تنجذب؟ لا. الفلوس الورق وحطيتها تنجذب؟ لا. لا. بصوا كده، بصوا كده، شكرا يا مريم.